ايش قد الكميه المضبوطه خلال هذه الاشهر؟ اي انواع هي الاكثر؟ نعم طبعا من ضمن قاعده البيانات لدى المديريه العامه واكثريه المواد هي الكريستال والحشيشه، هاي تنتشر بوسط وجنوب العراق. زين. فيما يخص حبوب الكبتاجون والمؤثرات العقليه تنتشر في غرب وشمال العراق، يعني احنا اكثر من 200 كيلو من المواد المخدره ضبطت خلال متوفر عندك الرقم عن الكميه المضبوطه؟ نعم اكثر من 200 كيلو. اكثر من 200 كيلو. نعم اكثر من 4 ملايين حبه من حبوب الكبتاجون والمؤثرات خلال العقلية. الاشهر السته الاولى من السنه الحاليه. هاي الارقام اذا قارناها مع الارقام السابقه للسته اشهر ما قبل الاخيره، السته اشهر الاخيره من السنه الماضيه، اشوف ارتفاع ام انخفاض؟ لا طبعا هناك ارتفاع. ارتفاع لان احنا بالمتعاطين والمتاجرين. نعم هي تجار ومروجين ومتعاطين، احنا العام الماضي تم القاء القبض على ما يقارب 13,000 خلال عام، هسه فقط النصف الاول اكثر من 8200. وين اكثر عمليات الضبط والقاء القبض تتم؟ باي مدن؟ نعم هي طبعا المحافظات الحدوديه هي المحافظات المستهدفه من قبل تجار المخدرات، عندنا محافظه ميسان، محافظه البصره، عندنا محافظه الانبار، محافظه المثنى، بابل بتعتبر محافظه وسطيه لنقل هذه المواد، ومحافظه بغداد.